اهلا بكل مشاهدينا من جديد. السوشيال ميديا النهارده بقت جزء من حياتنا اليوميه، ومفيش حد يقدر ينكر الكلام ده ابدا. احنا كلنا عارفين ان بقى من الصعب جدا الاستغناء عنها، لكن في سؤال كده، نقدر نستخدم السوشيال ميديا دي بشكل ايجابي ونقدر نستفيد منها فعلا؟ امتى السوشيال ميديا ممكن تكون نافعه؟ امتى تكون السوشيال ميديا مضره؟ اسئله ممكن نقول ان احنا بقالنا فتره بنسالها كتير، ما عندناش اجابات ليها كامله، لكن الاستاذه هدى سالم استشاري العلاقات الاسريه اللي معانا النهارده في الاستوديو ممكن يبقى عندها الاجابه. صباح الخير عليك. صباح الفل. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك حبيبتي. صباح الخير يا استاذه. صباح الخير. صباح الخير عليك. السوشيال ميديا عامله مشاكل للناس كتير قوي، الناس عماله تقول مضر، الناس تانية تقول لا نافعه، ايه الحكايه؟ موضوع اني انا اخلي ان جزء من الاشياء يتحكم فيا بدل ما انا اللي اتحكم فيه، ده شيء مرير جدا وشيء شنيع جدا. ان انا لازم اكون احط في اعتباري كده اولا ان هذا الجهاز المفروض ان انا اكون المتحكم الاول فيه، في استخدامه، في ان هو ان انا مش هو اللي يستقطبني، انا اللي استقطبه، انا اللي استجلب فوائده مش اضراره. ولازم اكون مخلي بالي وانا بدقق في استخدام هذه المنصات الالكترونيه اني انا زي ما بدقق في اختيار الصديق الصالح، انا لازم اعتبر هذا الجهاز وهذا العالم والمنظومه عباره عن رفيق. الانسان بيحتاج في حياته اتنين، رفيق عمر وشريك عمر. ما اصبحتش رفيق بس يا استاذه هدى، هي اصبحت كل حاجه دلوقتي. يعني حضرتك ادخلي وسيله مواصلات هتلاقي الناس قاعده ماسكه الموبايل، ادخلي اي مكان فيه ناس قاعده هتلاقي حتى أيوة. اصبحوا ما بيقعدوش مع بعض، يعني حتى في المنزل الاسره اصبحت لا تتجمع ولا فعلا. تجتمع على حاجه، هتلاقي كل واحد قاعد في جزر منعزله على الموبايل. وفي اختلافات كتير وخلافات كتير بدات تتواجد. عارف الجمله اللي احنا بنقولها دايما كده، ما توقفش حياتك على حد. طب ما انت تعالوا نستبدلها، ما توقفش حياتك على حاجه. وانا ليه حياتي وقفت على هذا الجهاز؟ ليه حياتي وقفت على تلك المنصات وهذه المنظومه؟ طب انا حياتي، خلي بالك، تعالى كده نفلتر ونترجم كلمه حياتي، هو عمري. عشان كده هنقول كذا نصيحه ازاي احنا نتفادى ونتجنب هذا العالم الاخاذ والساحر. ارجوك بقى، محتاجين النصايح دي. في كاركتر كده كان نزل قريب، ينزل على السوشيال ميديا كل شويه كده، برضو احنا نقدر نقول ان ده نوع من انواع الحاجات الايجابيه وكانها توعيه. صوره كده بترسم الجهاز وكان الجهاز الموبايل ده عباره عن ليه اذرع، دراعات كتيره جدا بتلف حوالين وجه الانسان ورقبته وخنقته لدرجه ان ملامحه اختفت، فبقى يغمس فعلا جوه هذا العالم، ان هو الانسان نفسه بقاش موجود وكانه سجين هذا العالم. طب هنخرج من السجن ده امتى يا جماعه؟ ولا هنفضل قدم مقيدين؟ انا بشبهه السجين ده لو حد بيجبره، لكن ده بمزاجه ومختار ودافع فلوس علشان ياخد، في ناس حابه السجن ويتعرض، في ناس شايفه حياتها، فهو مش سجين، هو ده اختيار، هروب. مش احنا ما نسموش بنتقبل اختيارات الاخرين ايا كانت. الاختيار في وعي، لكن انا لما اسيب نفسي وعمري ووقتي وزمني لحاجه هي اللي بتتحكم فيا، اذا ما بقاش اختيار، بقى هروب. فانا عايزه اتجنب الهروب ده، الحق نفسي والحق عمري والحق وقتي. احنا قبل وجود السوشيال ميديا الحياه كانت عامله ازاي؟ بنتكلم مع بعض، ما بنتكلمش على بعض. صح، والله مش فاكره. تصدقي بقى مش فاكره قبل السوشيال ميديا كانت الدنيا عامله. شفتي بقيتيش فاكره حتى الملامح، الحياه الحياه الطبيعيه، الحياه الهاديه، الناس كانت ابتسامتها صادقه، الرياكت اللي انت بتعمليه هاها على بوست معين وانت خلف الشاشه في دموع في عينيكي، حد يعرف حالتك النفسيه والمزاجيه؟ اقف عندها تحديدا يا استاذه. اتفضل. حضرتك قلتي لقى نفسه، استخدمتي اللفظ ده تحديدا، ان هو ممكن يكون لقى نفسه في ده. وفكره اللي هو عمل رياكت بيضحك وهو من جواه مدغدغ ومحطم طبعاً. نفسيا ومعنويا وحاله حزن شديد. هل الانسان بيلجا للسوشيال ميديا علشان هو لقى الحاجه اللي ما لقاهاش في الواقع الحقيقي فراح لها افتراضيا؟ شريحة كبيرة من البشرية بتلجأ للسوشيال ميديا كهروب، كرحلة، وللأسف بيخرج منها الأغلب الناس الأصحاء نفسيا بيخرجوا سالمين. نقدر نقول 30% بيخرجوا سالمين. طب الباقيين بيحصل لهم 70%، يا بتدخل في مود حزن، يا مود افتقاد واحتياج، يا مود المقارنات طول الوقت، وده بيدخلك في حالة جلد ذات وتعذيب لا إرادي، موت سيء طول الوقت وانت مش عارف انت ايه اللي مضايقك وايه اللي بيكئبك. عشان كده لما كنا بنفرغ مشاعرنا على ورقه وقلم، لما كنا بنبعت لبعض جوابات، كانت المشاعر طالعه من القلب قوي،
لكن لما حد يقول لك صباح الفل حبيبي وحشني جدا، كلمه حبيبي تعالى زمان كانت ليها ثقل وليها قدسيه، دلوقتي انت قلت لها كام اكونت وحساب عندك على السوشيال ميديا، وانت كمان وحشني والله، وانت كمان وحشني والله، اوبا ايه ده، هو انا حاسس ان انا بقيت اكذب؟ طب هو مش وحشني فعلا؟ ايه الزيف اللي احنا بقينا فيه ده؟ يعني حتى المسج كده اللي احنا بنبعتها دي بقى فيها زيف. انت ما بقتش حقيقي، لكن تعالى اكتب ورقه وقلم لحد، اكتب كده جواب رساله، هتلاقي اللي في قلبك هو اللي بيطلع، ولو ليه فيك عتاب جواك هيطلع له. دلوقتي بقينا نختصر المسافات وبقينا نتعامل بسطحيه. مين الناس اكتر ناس بتتعب في السوشيال ميديا؟ الناس اللي بتاخد كل حاجه على قلبها واعصابها. بيفرق معايا ان انت اونلاين ولا اوفلاين؟ بيفرق معايا بعتي لي رساله سالتي عليها النهارده ولا لا؟ طب خلينا نقسم السوشيال ميديا، في منصات مختلفه، هل في منصات ممكن تصيب الناس بالتوتر والاكتئاب اكتر من منصات تانية؟ يعني في ناس كتير جدا بتقول ان انستجرام بالصور الحلوه الجلوي اللي طول النهار الناس بتنزل فيها صورها، يا اما في مكان ظريف يا اما في شاطئ لطيف يا ايا كان بقى الاشكال المختلفه، الناس اللي بتبقى قاعده مثلا في البيت مش متاح لها السفر او ممكن تصاب بالاكتئاب اكتر بكتير لو ما كانتش دخلت على الانستجرام. هستخدم كلمتك شويه واستعيرها منك في كلمه اختيار في حاجه معينه. في شخص انا مره قعدت مع احد الاصدقاء كان عنده مشكله يعني نفسيه بتكلم معاه، وبعدين فبيوري لي خبر معين على التليفون، فبقول له ايه اللي البيج اللي انت عاملها فيفوريت قدامك دي؟ قال لي دي المكان القريه اللي انا فيها، فبتابع كل الاخبار الفاير والمقتل والهجوم. مقتل وهجوم وفاير. قال لي ده لازم ادخل كل شويه، لو ما هي ما ظهرتش عندي على التايم لاين انا لازم ادخل مخصوص واعرف الاخبار. طب ما دي لوحدها تدفعك للاكتئاب والكابات، ما دي لوحدها كفيله انها تقفل يومك وتقفل الدنيا كلها. طب عذرا يا استاذه هدى، او دي بتخليه متابع الاخبار اللي هو شايفها مناسبه وبيدور عليها وبتجيب له المعلومه لغايه عنده؟ ما في فرق بقى، هي نفس معلومة. النقطه ممكن تبقى مع وممكن تبقى ضد، يعني بالزبط. احنا شايفينها مخدودين عليه ونقول له انت متابع حاجه سيئه، لكن الاستقبال. هو بالنسبه له بتشبع له حاجته في المعرفه بالزبط. منا جهاز ارسال فقط، ما فيش جهاز الاستقبال النفسي. كل واحد عنده جهاز اسمه استقبال نفسي. انت بتستقبلي الاخبار الصعبه ازاي؟ درجه قبولها ازاي؟ الصدمه الاولى بتقف قدامك ازاي كمشاعر بقى كتعامل في الحياه جنرال؟ لكن لما تسمعي خبر وفي صفحه انت بتبقي عايزه تعرفي الاخبار الجديده اللي بتحصل في منطقتك في المكان اللي انت قاعده فيه، مفيش مانع لو انت قادره تعملي كنترول على الجهاز الاستقبال وتعملي فعلا تحكم في اني انا اظبط مشاعري، ان انا ابقى فارده ظهري وانا بتفرج على الخبر كده ما تاثرش. لا خلي بالك، لان انت هتدخل في قولون عصبي وشد عصبي، وده اللي احنا هندردش فيه في موضوع ان ايه يعني. حد كان بيسال وقتي في كومنت، هي ايه الاضرار الصحيه اللي تقصديها بالسوشيال ميديا؟ يعني ايه اضرار صحيه؟ وانا يعني جيلي صداع مثلا؟ مش بس صداع، انت هيجي لك سمنه حضرتك، هيجي لك بدانه، هيجي لك داسك في الرقبه، هيجي لك في ظهرك غضروف، هيجي لك مشاكل صحيه كتير، فاستنى هتجيب لحضرتك كوليسترول، هيبتدي شرايين القلب تقف، هتبتدي في مشاكل عندك كتير قوي صحيه غير الجانب النفسي. لان في احصائيات بتقول ودراسات بتقول ان الجلوس كتير جدا على التليفون نفسه غير الارتعاش العصبي واذى شبكيه العين، حضرتك بتمر بامراض اضطرابات عقليه مش اضطرابات نفسيه بس. فاحنا عايزين نعتدل، وان انا اخد اكتساب مفيد من هذا العالم وهذه المنظومه ما وقفش حياتي عليها. طيب استاذه هدى، احنا قلنا يعني سريعا كده المشاكل والاضرار التي تترتب على استخدام المفرط. ده انا لسه بدي لك بس عايز خلينا نوقف لحد كده عشان برضو يعني ايه ما نخليش الناس تخاف على نفسها. تمام. احنا قلنا اضرار او الاهميه في اهم هذه الاضرار. نقطه ومن اول السطر العلاج. ازاي اقدر ان انا ارجع شخص طبيعي؟ والله انا شفت شخص من فتره، واحد صديق يعني، لقيته ما عندوش اكاونت على فيسبوك. الفتره دي بقى في ناس كتير كده، متخيله ان كل اللي قاعدين كانوا بيتعاملوا معاه وكانه شخص جاهل. فعلا، وحد راجع جدا متخلف. انت من زمن ايه؟ انت من اللي عملت كده؟ قال لك والله انا دخلت لقيت نفسي وقتي ابتدى يتسرق تجاه العمر يا الموبايل فهم. واللي انا ما بقتش مركز، ايه ده انا ما تابعتش النهارده فلان بيعمل ايه، حسيت ان انا دوري اللي انا بتجسس على الاخرين. ده غير بقى الشائعات والاخبار المفبركه والكذبة. ازاي بقى اللي احنا نوقف ده؟ يعني انا شخص لقيت نفسي ان انا لو دخلت على الموبايل في السيتنج وبصيت على استخدامي اديل التكنولوجي لقيت نفسي ان انا بعدي مثلا 6 و7 ساعات. ايه القدر المعتدل في الاستخدام وفي نفس الوقت
ابقى شخص طبيعي سوي ازاي قبل ما تدخل التكنولوجيا وتقتحم حياتنا بهذا الشكل؟ في آية جميلة جدا ربنا كده بتقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير بيبدأ من نفسك أنت لو أنت عايز تتغير. فأنت لو عايز تتغير وشخص واعي وشخص مدرك وشخص ذكي وعايز تعمل نجاح، عايز تحقق توفيق في حاجات كتير، خلي بالك إن ده يا إما هيبقى مضيعة للوقت يا إما فعلا إفادة للوقت. مواقع التواصل أصبحت انفصال وتباعد اجتماعي، عشان أتجنب ده رقم واحد إن أنا بقسم وقتي، أعمل نظام لوقتي. دايما كان أمهاتنا يقولوا لنا اعملوا جدول مذاكرة يا أولاد، بلاش الموضوع يبقى مبهوأ منكم قوي كده. 10 12 ساعة ممكن ما تثمرش عن شيء، لكن في خلال ممكن ساعة واحدة، في حين إن ساعة واحدة ممكن تبقى مفيدة جدا، وإن أنا ألم المادة وأدخل امتحان ونثق من نفسي، وأنا بقيت اليوم بلعب. أه فعلا، لأن أنا نظمت وقتي، عملت جدول. ليه ما نرجعش إن إحنا نعمل توقيت؟ كمان الأبس كتير اللي على التليفون بتاعنا، ننزل كام أبس كده ينبهني خلي بالك أنت بقالك 3 ساعات قاعد على التليفون. الأبس تاني خلي بالك أنت بقالك أكتر من 7 ساعات ما عملتش رياضة، قوم اتحرك في المكان. ده رقم 2. أبس تالت خلي بالك أنت ما قمتش عملت الفروض والعبادات. خلي بالك أنت بقالك أكتر من 14 ساعة ما عملتش مكالمة لصديق أو لحد من الأهل. وأبس مهم جدا احنا محتاجينه، أقعد مع أسرتك. فعلا عارفين البوست الكوميدي بتاع لما حد يجي يفتح التلاجة وعايز ينزل وزنه فيشتاق للجيلي بالليل وعايز ياكل ايس كريم، فلا اقفل يا تخين. فاحنا تعالوا نعمل الاوراق دي ونحطها قدامنا على مراية، وفي نفس الوقت اغير الباك جراوند بتاعت التليفون بتاعتي كل شوية. عمرك ملكك مثلا اخليها خلفية للموبايل بتاعي. خلي بالك اسرتك محتاجالك. خلي بالك انت ما بقتش تتكلم، لانه كمان الموضوع ان انا فقد النطق. انت بتلاقي بني ادم ما شاء الله عليه في الكتابه على السوشيال ميديا ويدي لك كومنت يدخل معاك تحس ان هو متحدث ماهر. صحيح. تعالى قابله على ارض الواقع ما شاء الله سايلنت جدا، ان شاء الله ما بيتكلمش خالص. بس انا مقتنعه ان ده مقبول جدا، الفروق الفرديه بين الافراد انا حاسه انها مقبوله جدا. من حق الناس انها تبقى عايزه تشترك في الحوار، من حق الناس انها تفضل الكتابه. احنا كنا بنتكلم في الكتابه بالورقه والقلم. جميل، بس هي اخرسته، هو كان بيتحاور قبل وجود السوشيال ميديا، كان ممكن يبقى في حاله حوار ويقعد يتكلم معاك كويس جدا، بس لما لقى بديل اخر بيريحه وجه على مزاجه هيبتدي يستخدمه، فهيكبر دماغه ويبقى في حوار مع الاخرين. طيب نتجنب ده ازاي؟ رقم واحد برضو منظوميا كده يا جماعه، ونركز بقى في اللي احنا هنقوله ده، في حاجه اسمها ديجيتال دوتكس. ده بيحصل ازاي؟ اني انا دلوقتي لما بيجي اي كابتن مثلا في الجيم يقول انت ايدي توكس اللي انت بتعمله ان انت تنقي معدتك من السموم. ايه المشروب اللي انت بتشربه الصبح؟ ما بشربش حاجه. لا انت لازم فيه ليمون مع خيار ما اعرفش مع ايه قبل ما تيجي التمرين. حلو جدا، يبقى انا بنقي السموم من الجسد. طب انت نقيت امتى السموم؟ الافكار اللي عندك، النفس، الاذى، التعب اللي انت شفته من كم الاخبار اللي جابت لك كابات، الاخبار اللي هي مثلا بتبقى شايف لايف ان في طفل في بئر دلوقتي 4 ايام. احنا كانت حالتنا النفسيه عامله ازاي؟ ما كناش بننام، نعتبر البيوت كلها كانت في حاله ذعر. في ناس كتيره جدا حساسه قوي، مش نفس ضعيفه لكن هي حساسه. طيب انا انقي السموم دي ازاي؟ ان انا اخلي بالي اني انا في مشكله كبيره دلوقتي، اني انا عمري عمال يضيع. تاني حاجه اكتشف ان انا عندي مواهب معينه. انا ممكن اكون بعرف ارسم، انا بطلت ارسم ليه؟ بحب هوايه القراءه، انا بطلت اقرا ليه؟ ابص الاقي المكتبه عندي في البيت كلها اتربه، طب ما اجيب كتاب اقعد اقرا. صحيح، من دي من ضمن الحاجات اللي احنا عايزينها كده في خلفيه التليفون. قوم اقرا، قوم اقرا، تتقال كده قوم اقرا، قوم صلي، قوم اقعد مع عيلتك، قوم اتمشى في المكان، قوم انزل الشارع. اكتشف مواهبي، اكتشف نفسي. انا لما بقعد مع حد كده وبعمل له كده بعض الكويستشنز اللي هي النفسيه، ببقى في اجابات معينه انا عايزاها. هو بيكتب الاجابات اللي داخليا، الاجابات دي لما بلاقيها بقول له اخيرا احنا قدرنا نلاقي نفسك. يقول لي مش فاهم. اقول له يعني احنا اكتشفناك، انت دلوقتي اكتشفت نفسك. في الساعتين كده مر تو سيشن، السيشن الثانيه والسيشن الثالثه، يبص يقول لي تصدقني ما بقتش استخدم التليفون، انا بقيت ماسك ورقه وقلم بقعد اجاوب على اسئلتك. قلت له هو ده اللي احنا عايزينه. انت شايفه ان دايما السوشيال ميديا وحشه؟ لا مش دايما، ملهاش مش دايما، ملهاش مش جوانب دايماً. لان في فوائد احنا لسه دلوقتي. تقول لي احنا ازاي نتجنب السؤال، ازاي نتجنب ده؟
طيب انا عملت ديتوكس دلوقتي. طب خلينا نعرف بقى عشان احنا وقتنا بيخلص. عايزين نلحق نقول ايه الفوائد. تجنب او الفوائد مرحله ما بعد التجنب. رقم واحد ان في ترويج للناس المتوازنه طبعا، فرص عمل للشباب. ما ننساش الايجابيات اللي موجوده في السوشيال ميديا. ناس كتير بتشتغل اونلاين دلوقتي، مش عايزين ينزلوا من البيت، مع ان ده ليه جانب سلبي. خلي بالك ان ممكن ينعزل، حته ان انا بقيت اشتغل خلاص من خلال البيت، ما بقتش عايزه اقابل حد. تمام. نصيحه كمان، لما تبقى قاعد مع واحد صاحبك وقاعد مع حد من اسرتك، سيب الجهاز واقفلوا موبايلاتكم. مرة شفت مشهد في فيلم أجنبي جميل جدا، واخدين مجموعة شباب يعملوا لهم كامب في إحدى البلاد كده، وفي إحدى الأماكن عبارة عن منفى. فجي اللي هو المانجر بتاعهم اللي هو واقف كده بيتكلم معاهم، قديس، فوقف بيقول لهم كلمة جميلة جدا، قال لهم اقفلوا هواتفكم الذكية، هذا الشيطان اللعين الذي يقضي على أعماركم. أنا الجملة استوقفتني حاجة فيما معناها كده، يعني زي ما بيقول إن أنتوا في كارثة، فخدوا بالكم واقفلوا الشيطان ده إن هو يتجول بينكم، واستمتعوا بقعدتكم مع بعض، واستمتعوا بوقتكم، واستمتعوا بالمكان. جملة في منتهى الجمال. إحنا اللي استمتعنا بالفقرة، واستمتعنا بالتفاصيل والمعلومات اللي حضرتك يعني سردتيها وقلتيها. أنا استمتعت والله بالحوار معاكم. هدى سالم استشاري العلاقات الأسرية، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، لكن للأسف وقتنا خلص. شكرا لك يا منى. أهلا وسهلا، نورتينا. ميرسي قوي.